انت بتعرف تخلطهم؟ كاينه هاد الرقيقه رقيقه شويه عريضه في القدام وغاديه وكترقاق، فيها 7.52 في 440 جاتها 3300 درهم، 3300 درهم في 20 اللي هي 66000 ريال و100، 66000 ريال و100 لهاد الرادكو، 66000 ريال و100 لهاد الرادكو. هادي غزاله البنات، فنه البنات، رادكو ميزات عليها افضل الصلاه والسلام اختي. شكرا بزاف حبيبه. دونك غادي نمشيو لوحده اخرى، ها هي ديال الاس، حسبتيها ب 400 درهم رادكو فاتي. هادو راهم هميزات، هادو راهم هميزات مستعملين غير مازال نقيقيين، هادشي علاش. ام هاجر مرحبا بك حبيبه ديالي، نورتي اللايف. شوفوا البنات غزاله حتى هادي 440 درهم الجرام، هادو هميزات يعني اللي ما بغاتش هادوك الغاليين دوز لهادو اللي هميزات، بصح اللي سبقات راه غتاخذو. 10.88 في 440 جاتها 4787 درهم، 4787 درهم في 20 اللي هي 95000 ريال و700، 95000 ريال و700 لهاد الرادكو. سوم 440 درهم الجرام غير هميزات، غير مازال نقيقيه، مازال تلبس يعني مازال نقيقيه، حتى تعويناتها ما محلولينش يعني شي حله لي خايبه. ام وليد حنا في مدينه ميدلت الزينه وكنديروا التوصيل مجاني لكاع المدن المغربيه، محل الاول في قيصريه ميدلت اليوم في المركز الثقافي، والمحل الثاني في قيصريه الفتح في سوق الجمعه. الا بغيتي تجي مرحبا بك اختي تشوفي المحل باش تيقي باننا عندنا محل. دوكا نمشيو لهادي ديال اللوبيا، هادي غزاله، هادي ديال اللوبيا البنات، فني ونادي ديال اللوبيا غزاله البنات، خفيفه في الميزان راه باينه، 9.13 440 جاتها 4017 درهم. ايمان دوزي لي الخاص ونشوف لك حبيبه ديالي في هاد الحدود. هذا كاين اليوم حالا غير الرادكو عصير الصابون، ما بقى يمكنش اختي يمشي حاجه في السرات للبراسيات والخواتم، 4017 درهم في 20 اللي هي 80000 ريال و700، 80000 ريال و300 عفوا، 80000 ريال و300 لهاد لوبيا. هادي واش كاين الرادكو ديال اليد في هادو الميزات؟ لا حبيبتي اسماء، الرادكو ديال اليد 470 درهم، هادوك راهم هميزات اراشيد. اي هذاك راه قول له بغات وحده، واش كنزرب عليك؟ ما يدير خدم. غادي نمشي لكم شويه لهادوك تاع اليد دينا البنات، نكمل بعدا هادو. صافي ندير في تليفوني، ندير في تليفونك. شوفوا البنات كاينه هادي عاود، هادي السوم 470 درهم الجرام، انتوما غرامات نتاوعها، 10.09 ضربيها في 470 درهم الجرام تعطيك لو بخي، 10.09 ضربيها في 470 درهم الجرام تعطيك لو بخي ديالها. حاولي انك تخدمي هكاك يعني، حاولي انك تضربي راسك في المنزل ديالك، حسبي راسك 10.09 وسكريني غير الجرامات نتاعها الا ما عرفتيش تحسبي، ودوزي عندنا الخاص. اخر وحده في هذا السامبل هادو هي هاد الرقيقه، هادي كلها رقيقه اللي فيها 7.69، 7.69 ضربيها في 470 تعطيك لو بخي، 7.69 ضربيها في 470 درهم الجرام تعطيك لو بخي ديالها. دونك البنات هادي اخر غورميطا ديال السامبل. ام نيدال لا ما كاينش اختي الجرامات، الجرامات الا جبتوش ما يديه، الا جينا نشوفو 50 غرام 470 غادي تجي حبيبه ديالي 23500، 23500 حبيبه ديالي ما كاينش اللي غيديه كاع هنايا، نجيبو لك سركم وندا حبيبتي ومرحبا. عافاك براسليات في حدود 6000. ايمان دوزي لي الخاص اختي ولا روحي لاباج ديالنا، راه كاينين لي فوتو ديالي براسلي، كاينين ديال الهميزات، كاينين جداد، وشوفي الا لقيتي شي حاجه بداك لو بخي مرحبا بك الزينه.
اميره وعليكم السلام حبيبه. دوك غنمشي لكم هادو ديال اليدين غورميطات نتاع اليدين ها هما هادو. وحتى هما غادي نعطيكم غير الجرامات وانتوما حسبوا في المنازل ديالكم سكريني ودوزي الخاص. دونك اول وحده غنعطيها لكم هي هادي حتى ما عرفتش 470 غالي بزاف. 10 الجرامات في هذه البنات دوز حسبيها في 470 درهم الجرام تعطيك لو بخي. حياه النور حبيبه ديالي لاباس عليك. 10 الجرامات البنات ضربيها في 470 درهم الجرام غتعطيك لو بخي ديالها. ها هي دي. ما عنديش اختي ايمان البراسيات ما عنديش خواتي في الميزات. لا حبيبتي ام ماريا ونور كاينه هذه البنات 10 الجرامات غادي نشوفوا حتى هذه عاود 10 الجرامات ولا اكثر فيها 12 الجرام فاصلة 48 السوم 470 درهم الجرام. غنشوفوا 12.48 في 470 جاتها 5865 درهم 5865 درهم في 20 اللي هي 117 ألف ريال و300 117 ألف ريال و300 لهادي. نشوفوا وحده اخرى غرامات نتاعها دقيق لا تبارك الله 18.08 في 470 جاتها 8497 درهم 8497 درهم في 20 اللي هي 169 ألف ريال و900 169 ألف ريال و900 لهادي. راها غليوضه يعني غليضه وتقيقله هانتوما. وما جا الميزات نهار السبت والحد حبي 13.83 في 470 جاتها 6500 درهم اللي هي 130 ألف ريال 6500 درهم اللي هي 130 ألف ريال لهادي 130 ألف ريال لهادي. في واحد للسكفيز 24 ألف ريال. شوف لا رشيد شنو واخا اختي نعاود حتى الاخر وندوز نشوف 24 ألف ريال شراء يمكن فيها الميزات 3500 درهم 3500 درهم في 20 اللي هي 70 ألف ريال و 100 70 ألف ريال و 100 لهادي. كاين هادي خفيفة في الميزان فيها 9.04 470 جاتها 9000 جاتها 4448 درهم 4248 درهم 4248 درهم في 20 اللي هي 84000 ريال و900 84000 ريال و900 بالنسبة لهاد. ها هي اخر وحدين في هادو ديال الويت هادي ديال اللوبيا هادي خفيفة فيها يلا 4.84 470 جاتها 2274 درهم 2274 درهم اللي هي 45000 ريال و400 45000 ريال و400 لهادي. هكا رشيد ردهم بلاصتهم مرحبا اختي انا نشوفك سابت سلسلة طويلة اختي شحال جاتها ماشي بقات في الطولة حبيبتي فاتي بقات في الغرام شحال فيها ما في الطولة كتلقاي وحدة طويلة وناقصة في الجرامات وتلقاي وحدة قصيرة وفيها الجرامات تقال. كاينة هادي سامبل 15.87 في 470 جاتها 7458 درهم
7458 درهم في 20 اللي هي 149 الف ريال و100 179 الف ريال و100. لا ما كاينش شي فرق ما بين الذهب القديم والجديد، كيكون تقريبا الذهب غير في اللون، في اللون تيكون الذهب القديم، القديم كان شويه برونز يعني غادي شويه الغوز، دابا لا كاين الصفر وكاين الغوز كاع بجوج، يعني يقدر يكون الثمن ديال الاخر اللون اللي كان فيهم اختلاف، اما يعني الاخر الكاليتي نفسه. 18 كاره 18 كاره ديال البنات. غنمشيو لهذه اللي عريضه. وعليكم السلام سليمه. كاينه هذه اللي عريضه، عريضه غزاله البنات. نمشيو للجرامات نتاعها 21.50 في 470، جاتها 10000 و100 درهم، 10000 و100 درهم في 20. اللي هي مليون و2000 ريال، مليون و2000 ريال، مليون و2000 ريال. كاينه هذه رقيقة، حداش فاصلة ثلاثة وخمسين في 470، جاتها 5419 درهم، 5419 درهم في 20، اللي هي 108000 ريال و300، 108000 ريال و300، 108300 الهادي. البنات سكرينيو غير الاخر، سكرينيو نتوما غير الجرامات، من بعد حنا غنديرو لك لا فيديو لدال هاديك اللي بغيتي. هرميسة حبيبتي لا ما عنديش هنايا في اليد نتاع اليدين ونتاع العنق، غادي نشوف. 6.60 في 470، جاتها 3100 درهم، 3100 درهم اللي هي 62000 ريال، 62000 ريال هادي. مروحنا في مدينة ميدل تحبيبة، والتوصيل مجاني لكاع المدن المغربية، محل الأول في قيصرية ميدل تلوفاس مركز ثقافي، والمحل الثاني في قيصرية الفتح في سوق الجمعة. مرحبا. وزينية كحبيبة، عوينات كزينة دي 4 الجراموس صحيحة. حبيبتي بالنسبة للردكو كامل صحيح، كامل زوين، غير هو زيد الماء زيد الدقيق، يعني كلما زدتي شويه الجرامات قد ما تزاد الصح والعمل. 6.16 470، جاتها 2895 درهم، 2895 درهم في 20، اللي هي 57000 ريال و900، 57000 ريال و900. ايوا صافي بالصحه بالصحه الراحه. كاينه هذه اخر وحده في السامبل اللي زديتهم، كوتر ميلا 470 درهم، غير 450 درهم. ورينا اختي شكون هذا اللي راه يبيع ب 450 درهم، انا نمشي نتقدى عنده. 7.41 في 470، جاتها 3482 درهم، 3400، شكرا بزاف مروه، 3482 درهم في 20، اللي هي 69000 ريال و600، 69000 ريال و600 الهادي. وغادي نكملوا عصير الصابونه البنات باش نعاودوا نمشيو نشوفوا حوايج اخرين. كاين هذا البنات غزاله البنات، سيري عنده وريه لي اختي انا فين تقدا عنده راد كوبر ب 150 درهم. ولا رشيد مشيو. كاينه البنات هذا عصير الصابون غزال البنات، خمسطاش فاصله 62 في 470، جاتها 7341 درهم، 7341 درهم، 7341 درهم في 20، اللي هي 100
146000 ريال و800 146000 ريال و800 لهاد عصير صابون القطرة رشيد. لا الله هذا جرارة مش عصير صابون. شوفوا البنات انت اختي ذهبي العوينات ذهبي لي العوينات كيفاش ايه مثلا صاحبتها انا كنقرا على نيتي. شوفوا هذا شحال ثمن سرت لها بروما وسامبل شحال فيها سلوى دوزي عندي المره الاولى حبيبتي اللي راها طالعه في اللايف يا كي غنصيفط لك اللي فيهم جوج برومين واحد سامبل عافاك اختي الشي غورمي ديال الراتكو انا عاد دخلت الراتكو حبيبتي ولا ندوز دابا بقاي معايا في اللايف وندوزو لك 470 فاتي 470 درهم للغرام ملي كنا كنقول لكم البنات راه الراتكو ما بين 450 460 كنت تقولوا غالي فاش كنا كنقول لكم البنات راه الراتكو 440 450 غالي ودابا راه 470 غالي كنديروا لكم راه قلنا لكم غيتزاد معنينا لكم عطيناكم واحد الفرصه لا غالي دغلا كاع اكثر من القياس رياض رياض حتى حنا شوف راه يقدر يكون شوف ماشي ضروري يكون راه يقدر يكون شي بلاصه هي فيها الذهب رخيص علاش يعني ما عرفتش يقدر يكون ما فيهاش ذهبيه بزاف اون بلوس حتى يقدر يكون عنده شي حاجه يعني قديمه باغي تفك منها كاينو دي بيعه بداك الثمن ملي غيدخل الجديد ورواح قول لي راه عندنا ب 450 الا لقيتيها خويا 450 غا الله يسهل عليك وعلى داك الذهب اللي كيبي بداك الثمن راه كاين اللي كيكون عنده كيبغي تهكي تفك تيدير داك لو بري غير فوا بصح يشري يجيب الجديد ورواح تشوف هذيك الساعه والله ما تديه بداك الثمن واخا تبكي عليه الدموع غالي بزاف كاين هذا البنات عصير صابون غزال 14.07 470 جاتها 6612 درهم 6612 درهم هادي عندنا الغلا بزاف 6612 درهم في 20 اللي هي 132000 ريال و200 132000 ريال و200 لهاد عصير الصابون هذا كاين تما عندك ولا هاك راه كنت كنقولها وكنت كنعاود كنت كنقول لكم اللي عندها شي فليسات باغا تخبعهم ما تضيعش عليها الفرصه كنت كنقول لكم البنات راه الراتكو قدا وقدا ولا غالي نعاود نعطيكم ثمن اخر لا غالي وانتم غاديين حتى غلا بالمعقول وديك الساعه قلتوا لي غالي اختي عاد خديتو ديال اليد 30 غرام تبارك الله غير هذه دو جوغ ب 450 درهم في مكناس وضفت هذيك وضفتها على اخبار زدتي ماشي قديمه ما نعرف نقدر نقول لك ولا حبيبتي بالصحه المهم لقيت 450 الله يسهل عليك وعلى الجميع رميت لي دوبيا اختي شكرا ايوا ما عرفت المهم الله اعلم سلام اختي باك دو مغياج تخوا دي شحال الثمن الغرام تتبع بالموديل يا حبيبه كاين ود ليا عنده بزاف الكليان ماشي حيت عنده ذهب قديم الله اعلم المهم كل واحد كيبيع بداك الشيء اللي شاف في السوق ما عرفتش ما نقدر نقول والو انا كنت عارفه غادي يطلع ها انت يا نزل معقول دوزي الزربه باش نشوفو ماشي الطريقه ديال الكلام مع الزبون وكيفاش بغيتي نهضر مع الزبون اختي راه كنهضر بعفويتي وكنهضر مع الناس اللي عارفينني هكا دايره كنهضر معكم بطريقه اللي ما عجبوش ما عجبتوش كلامي تنقول لك المهم يدير الخير عرفتي فاك المهم هذاك حبيبتي مغياج ديال تخوا دي كتباعو بالموديل ماشي بالغرام انا مزين عافاك وريني شي سلسله سامبل تدادي مهبولات المهم التسميه طويله دوزي عندي الخاصه حبين وهاديك لي شامبون دونتيف كيحمقو سلام اختي باك دو مغياج المهم هذا جيب شي ماكر دو مغياج ديال تخوا دي وقول لي الثمن عافاك باش السيده صيفطات لي ثلاثه ديال الاسئله دابا شوف البنات بغيت نقولها لا اله الا الله شوف البنات غزاله غزاله كتجي غزاله عصير صابون رقيق يعني 470 وحتى هذا كنت كنقول لكم البنات راه غيطلع الثمن ديالو علاش لان كنت كنديرينو غير 440 كنت كنقول لكم البنات اللي بغات عصير صابون تبطر دروك حيت راه غير مور غيزيد الثمن ما يعني وتزاد الثمن 460 والو دابا طلع 470 والله يدير الخير ما يطلعش حتى شي ثمن اخر انا شوفوا انا كنرسى عليكم
واش عندك دبانج ديال الورده باقيين؟ الا ما خفت نكذب وحدين كبار عندكم فابور. صافي ني جايه نتقدى اختي، جاي ندي عافاك داك الرادكو ديال الاس اللي حداك عاد دخلت رادكو ديال الاس. واخا حبيبتي مرحبا سلام الزين، وريني شي سنيس لا سامبل. المهم 12.70 في 470 جاتها 5969 درهم، 5969 درهم في 20 اللي هي 119000 ريال و300، 119000 ريال و300. هذا عصير الصابون ها هو هذا الله يعلم ها هو شدو شدو. وغادي نوريكم هذا عصير الصابون الكبير وندوز لكم للرادكو. شوفوا غزاله البنات في اسبانيا يدير 50 اورو حتى 60 اورو تقدر. واخا اختي بغيت ناخذ فيه 3.9 غرام شحال الثمن ستوبلي؟ 3 ديالاش بغات تقول 3 غرام؟ كامل عندنا 3 غرام نجات. بغيتي تقولي 30 ولا ما ولا 39؟ كاين هذا البنات غزال هذا عصير الصابون 20.34 في 470 جاتها 9559 درهم، 9559 درهم في 20 اللي هي 191000 ريال و100، 191000 ريال و100 لهذا العصير الصابون. هاد غير عندكم عندك عندنا حتى غير 440 درهم. بردية بردي اختي ورينا عافاك دمالج ما جبتش اختي بالرادة بالرادة اخويا ولا اختي ما جبتش ما جبتش اليوم الدبالج يا كذاب داير غير 420 السبيكه ايه ها روح. شوفوا البنات ما تهضروش بدون علم، روح اختي سولي 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 بحتي بحتي، دخلي لجوجل دخلي اليوتيوب دخلي لجميع مواقع التواصل سولي السبيكه شحال دايره وشوفي في راس الصناعه وفي راس الصنايعي وفي راس التخربيق وبزاف ديال المراحل وشوفي شحال غادي يدير ديك الساعه. دابا اختي بغيت ناخذ باك المغياج تخوادي فيه 3.9 غرام شحال الثمن سي توبلي؟ شوف لا رشيد شي حاجه واش كاين 18 واش 18 الكار شحال قلت لك 3.1 بحال باش يحسب هو ألفين وميتين و غادي تجيك اختي 2300 درهم، 2300 درهم الا جات فيه 3.9. وفاء قلت لك عندنا لا داك الميساج نقراه في ميساج التليفون انا كاع متكره سالي هضره خربقني بصح نقرا الميساجات اللي قريتهم 20000 مره. كاين هاد عصير صابون رقيق غزال فيها 13.35 في 470 جاتو 6274 درهم، 6274 درهم في 20 اللي هي 125000 ريال و400، 125000 ريال و400 لهاد عصير الصابون. دوكا نعاود ندوز لكم البنات رادكو هاكا رشيد هذا الصدريات هاجر اختي راه سولت 420 درهم للسبيكه واش عندك حلقات الفروج كاينين اختي؟ شحال دايرين رشيد حلقات الفروج اخويا الله يحفظك؟ شحال؟ ها مادو ديال السامبل البنات نعاود نعطيكم الجرامات. كاين هذا الرقيقة اللي فيها 5.84 غرام ضربيها في 470 تعطيك لو بخي. كاين هذا 13.32 13.31 هي رجعت 13.31 ضربيها في 470 تعطيك لو بخي. اولا سكريني انت الاخر الجرامات ودخلي عندي واتساب الى عجباتك سيغ واخا. كاينه هادي اللي فيها 29.29 غرام
واخا اختي هدى 9.20 غرام في 470 درهم الغرام غادي تعطيك الثمن ديالها. شحال دايره؟ كاينه هذه غليظه البنات غزاله 21.24 21 غرام فاصله 24 دي سي. شوفوا ضربيها في 470 تعطيك لو بري. وكاينه هذه اللي فيها 8.67 غرام 8.67 ضربيها في 470 درهم تعطيك لو بري. سكرينيو البنات الجرامات ودوزو الخاص. بصحة والراحة اختي، بصحتك حبيبة. 10.14 الجرام 10.14 الجرام هادي. المهم اللي عجبات هادي لا سكرينيو دوز الخاص ومرحبا. غادي نمشيو لهادو، هما هادو دوراهم زوين حتى هادو. دوك تاع 470 هادي ديال الويت دقيقه 12.47 12.47 في 470 كاينه هادي ممكن توريني باك دو مارياج تخودي ديال 3 غرام اختي الا قلت لك 2300 درهم. رشيد جبد لي الخاتم ديال تخودي ديال اللي في تكون فيه 3.9 غرام الا لقيتي عندك هنا شي حاجه. واه واه دونك اختي دوزي لي الخاص نجات حيت هادو اللي كاملين عندي هنا خفافين. شوف لك في المحلات الاخرين كاين هذا شوفوا هنا عريضه وغاديه وكترقاق. شكرا حبيبه على الكادو حيت البراسلي شداته الخوش تاتو اختي انا في اسبانيا الله يحفظك. بصحة اميرة بصحة والراحة. دبلونات حلومة دوزي عندي الخاصة حبيبتي ولا تنهصب ان شاء الله. 14.42 احسن حاجة درتو كتبينو الجرامات الجبنة يعرفو شنو كياخدو. هذا هو المضمون ديالنا حبيبتي كل واحد حتى الحاجة اللي ما كدوش بالجرام راه الا بغات جرامات نعطيوها لها وهي كديك عليك انت تعرف تحسب راسها تعرف شحال تحسبها الجرام. بغات تقدم تقدم ما بغاتش تقدم داكشي شغلها فهمتي. يعني حنا راه كنخدمو بالضو وكل واحد فهمتي كل واحد يحاسب على حساب شغلو. 14.41 هادي اللي عجبتها والجرامات لابد منهم بنادم يدي يعرفوا واش راه يدي ماشي غير يجي ويطيح على زنافرو. الاخرى ديال دوك السناس ديال العنق هادو السوم 470 درهم للجرام. شتا ها هو انا غادي نوريك اختي الشكل. ها هو هذا هادي راه شي هنايا غليظه شويه في القدام وغاديه وكترقاق بحالها بحال الرادكو سامبل طاتكو كثير. حنا نقول كل وحده ثمنها راه غادي نجلس هنا 11.18 11.17 تبت خلاص 11.17. المهم اللي بغات دير الثمن ديالها السوم 470 درهم للجرام. كاين هذه اللي حتى هي عريضه هنا في القدام وغاديه وكترقاق ها نتوما غاديه وكترقاق ما كتبقاش غليظه. واش تا تحطوا تصاور 12.88 12.88 سكرينيو لارتيكل مع الجرامات نتاعها وضربوها في 470 درهم الجرام وتعطيكم لو بخي 470 لا زيادة لا نقصان. كاين هذا ديال الويت غزالة البنات ثقلة وصحيحة ومتينة وعملية وشكلها واعر. هادي فيها 19.13 19.12 سوم 470 درهم للجرام تعطيك لو بخي ديالها اون بليس. انا نحطو الاتين الجرامات ودخلوا الواتساب ادخلوا لاباج عاود. وهادي ديال الاس عاود وريقتها عراض حلومه كلشي اختي طلع دابا 15.52 سوم 470 درهم للجرام.
بدا هذا عصير الصابون، وباقي هذا عصير الصابون اخر واحد هو هذا اللي فيه 12.61 470 جاتها 5926 درهم. السلام عليكم البنات، 5926 درهم في 20 اللي هي 118000 ريال و500، 118000 ريال و500 لهذا. بالنسبه لعصير الصابون اللي كتسولتني عليه السيده اللي فيه 30 غرام هو هذا، ها هو حبيبتي فيه 30.85 ب 470 جاتها 14499 درهم، 14499 درهم اللي هي 1,089,000 ريال و900، 1,089,000 ريال و900. حنا في مدينة ميدلتا حبيبها، والمحل الأول في قيصرية ميدلتا اليوم في راس المركز الثقافي، والمحل الثاني في قيصرية الفتح اللي في سوق الجمعة، وكنديرو التوصيل مجاني للمدن المغربية كاملة بدون استثناء. أي مدينة كنتي فيها ما عليك غير تصيفط لنا السكرين ديال لارتيكل اللي عجباتك مع السمية الكنية رقم التليفون العنوان ومرحبا. دوك البنات غادي نوري لكم غير هكا عصير الصابون، دخلي قولي لي الغرامات اللي انت باغا واللي حابه ونشوف لك فيهم، حيت هذا الله دخلنا عصير الاخر لرادكو، ها هو دارادكو كاينين فيهم رقاقات فيهم الغلاظ، دونك اللي بغيتي انت قولي لي الغرامات ومرحبا انا نقول لك نعطي نوريها لك مع لو بري ديالها والثمن مع كل شيء الفيديو كل شيء، حتى الا بغيتيها ملبوسه دوزي عندي الواتساب نتاعي 0627552531 نلبسها لك تشوفيها ملبوسه. ما كاين حتى شي مشكل عندنا حنا نلبسوا لارتيكل. دوك البنات شوفوا هذا راه ماشي ضربه، هذا راه الطابع ديال الذهب هذا اللي هنايا، ها نتوما اللي شفت هذه اللعيبه هذه تبقى تقول شي حاجه ولا لا، هذا راه الطابع مديور لهنا يعني الطابع ديال الذهب، بلوس راه كاينين بزاف ديال اللي راه تقول لي دايرين له الطابع تما، ها هي وحده اخرى الطابع ديال الذهب، ها نتوما 18 الكاره كاين البنات هادو ديال الويت والاس هنايا ديال الويت والاس، دخلي قولي لي غير الغرامات اللي انت باغا واللي عاجبينك وباغا تلبسي الغرامات. كي قلت لكم ما عندناش مشكل انكم تقولوا لنا لبسوهم ليك، نلبس لك الارتيكل تشوفيها ولا نديك لا فيديو ديالها تشوفيها مزيان حتى تقتنعي بها، ما كاينش مشكل. ها نتوما غزالين البنات، شوفي انت غير الغرامات اللي باغا، غير هو عرفوا بانه 470 درهم للغرام، 470 درهم للغرام. واللي بغات في هذوك تاع الهميزات ما تضيعش عليها الفرصه، حيت قلت لكم راه الذهب ماهوش فيه الثقه، يقدر يتزاد في اي لحظه. 470 درهم للغرام حبيبه ديالي نوره، اختي راه تكون غليظه شحال فيها من غرام، راه تكون غليظه فين راه هذاك راه تكون اللي كتحط هنايا، راه هذيك السامبل حيدها خويا راه هادي. اسمحوا لي البنات راه ما بقيتش قادره نزيد نكمل حيت راكم شفتوا راتكو كثير، انا صافي راه بدات نحس بحلقي كيضارني. شوف شي وحده تما غليظه وصافي، ها هي دي حبيبتي الغليظه اللي شتي في سامبل، في 24 غرام فاصلة 10 470 11327 درهم، 11327 درهم اللي هي 1,026,000 ريال و500، 1,026,000 ريال و500 هاد الغليظة هاكا راه شفتها. عافاك بغيت راه تكون ما بين 10 حتى 12، واخا اختي انا دوزي لي الخاص فاطمه الزهراء ونشوف ليك ديال 12. عافاك هادوك اللي هزه، شوف شي وحده انا فيها 12 غرام زعما، هذه رقيقه هي 7، هذه 13.55، 13.55، 13.56، 470 جاتها 6367، 6367 هادي تبارك الله فيها 15، راه كلهم غلط من القدام وغاديين وتيرقاقو، هادي اللي هازا الاخرى راه رقيقة بزاف مغاديش تكون فيها 12، يلاه 8.16، 8.16 هادي رقيقة بزاف.
اميره شكرا بزاف يا حبيبه. ودوك كاين هادو ديال اليدين عاود، ها هما هادو فيهم الغليظه وفيهم الرقيقه، هي هادي تقريبا تكون فيها ديك 7 ولا 8 د الغرامات. هادو راهم غلاظ، ها هما هادو. كي قلت لكم البنات دخلوا عندي الواتساب قولوا لي الغرامات اللي بغيتو، انا نشوف لكم الغرامات مع الثمن ديالهم. فيديو اللي بغيتو نتوما مرحبا. كاين هادو اللي هما هميزات سوم 400، شحال اللي طاح 20 غرام، يطيح لك ب 9400 درهم مريم، 9400 درهم. كاين هادو اللي هما بسمة داود، شكون فيهم اختي؟ دونك غادي نقلب لك اختي اللي فيها 12. دخل عندي واتساب ونقلب عليها ونعطيها لك في السامبل واقيلا ياكي دوك اللي دوزت دوك العريم دوك واخا اللي فيهم الزواقات ديال الاس رشيد اللي فيهم الزواقات ديال الاس صافي. شوف لي شي وحده يمكن في حدود ديك 12 غرام كنظن. هادو هميزات البنات سوم 440 درهم الغرام، اللي بغات فيهم شي حاجه دوز مرحبا. فيها 30 شحال ما لقيتيهمش؟ نشوف عاوتاني في ديك لا ديك عاوتاني ما فيهش. جاتها 14100 درهم اختي لينا، اللي فيها اللي فيها 30 غرام 14100 درهم. ما كنظنش دوزت شي وحده هنا فيها 34 غرام. نقدر نلقى لك شي حاجه اختي دوزي لي الخاص، ما جبتش انايا داك السويري، ما عرفتش واش عنده شي حاجه ولا لا. واش كاينه شي حاجه زعما ديال السويري ولا لا؟ ما شاده مزيان عصير سداك الاخر دمانج ديال السويري كيتمشاو تاهما ولاد دمليج المنفوخ، دونك مانيش شاده معاه مزيان باش باقا عندو شي حاجه. يا حبيبتي اسماء داود هادو ديال الاس، دوكا غنشوف يا حبيبه. دوك هادي 11.56، جاتها 5433 درهم، اللي هي 108600 هادي هاهي. حنا في مدينة ميدلت حبيبة، المحل الأول في قيصرية ميدلت اليوم في المركز الثقافي، راه جا في الشوكة ديال المحل يعني تاع قيصرية، كتدخلي كيبان لك هو الخر في الشوكة ديال قيصرية. محل تاني في قيصرية الفتح اللي في سوق الجمعة، راهم على يديك لي من جوج المحلات اللي دخلتي له مرحبا. ممكن توري لي سكريني عصير الصابون 20 غرام عافاك، واخا نشوف هنايا في هادو اللي دازو. كاين هذا هذه 10.21 470، جاتها 4798 درهم، 4798 درهم، اللي هي 95000 ريال و900، 95000 ريال و900. هذيك اللي حطيت دابا هي هادي. دونك الا عجبتك هادي حبيبتي دوزي لي الخاص وكدي لي الطلب ديالك، النيميرو واتساب راه حداك في اللايف، دوزي الواتساب وكدي لي الطلب ديالك. هادشي اللي طلبتي عصير الصابون فيه 20، مسحيني شكون حسن واش راتكو قديم ولا جديد؟ بشحال بحال اختك شوفي دابا راه شوفي الذهب القديم راه قديم مستعمل يعني كيبقى نقي وكيبقى طايح في الثمن، جديد راه جديد كيبقى حتى هو الثمن ديالو. قلت لكم 470 درهم للغرام، ماشي زعما على حساب زين في الكاليتي ولا، راه ذهب ذهب غير هذاك مستعمل ومازال نقي وطايح في الثمن سوم 440 درهم للغرام اللي بعنا اللي باش كندوزو حنايا، والاخرين جدد سوم 470 درهم للغرام. يعني هنايا اختي ما كيبقاش نصيحه ديال اللي كتلعب، تبقى على حسب البودجي ديالك واش قاده على الجديد ولا قاده على القديم. ما راه ذهب ذهب، راهم هما راهم ذهب ذهب يعني كاليتي وحده، الا كانت فيه شي حاجه راه ما نبيعوش. 20 غرام نجيبو هذا 20.35 اختي، 20.35، 9564 درهم،
9564 درهم اللي هي 191000 ريال و200. ها هو هذا كما قلت لك اختي مالك، كيبقى على حساب البيدجي ديالك. حنا راه هذاك الراتكو كامل دوزنا دابا ب 440، راه نقيقي راه مستعمل بصح كما قلت لك. هادو كلهم ناقصين على 20 غرام 20.8 9437 درهم، 9437 درهم في 20 اللي هي 188000 ريال و700، 188000 ريال و700 دوزتهم اختي. اخر واحد هو هذا اللي فيه 24 غرام فاصلة 50. دوك هادشي اللي كاينه البنات في الاخر في السلعه ديال اليوم. تهلاو لي فروسكم اللي ما قدرتش نجاوبها على الميساجات ديالها تنستسمح منها، تحاول تدخل عندنا واتساب يعني ما تعقلش تدخل عندنا الواتساب نوري لها الحاجه اللي بغات. قدرتها تبارك الله ما خداتهاش مش ماشي مشكل، الله راسنا وعينينا. بالنسبه اللي راه تكون هميزات البنات راكم شفتوا راه دوزتهم ليكم مع كلشي مع الجرامات نتاعهم، تكونوا سكرينيتو حتى ممكن سياسي طوال شويه ديال الحضور لكن ما يكونوش غلط. هذيك 10 غرام سلمى دوزي لي الخاص حبيبتي ناس الحضور ما عنديش هنايا، دوزي لي الواتساب ومرحبا. شحال تاع الفرق بين الجديد والقديم يعني فلوس، شحال ديال الفرق بيناتهم؟ ماشي بزاف الفرق بيناتهم، غير شي 30 درهم ولا الغرام ياك واش ديالاش الفرق ما بين الاخر المستعمل المستعمل والاخر؟ ايه شي 30 درهم هكذاك، ايه ماشي بزاف تقريبا شي 30 درهم اختي نوره، 30 درهم ديال الفرق. يلا البنات تصبحوا على خير ونهاركم مبروك، ان شاء الله نهار السبت غادي يكون الهميزات ان شاء الله باذن الله. مت تمشيو فين تبعوا اللايف نتاعنا ان شاء الله من نهار السبت مع السبعه اللي يكونوا فيه الهميزات ان شاء الله، هو هو نهار الحد ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على خير البنات. 13 غرام مير ايوب داير مير دايوب زين مهمات سريه، حاول ان 13 غرام ضربها في 470 درهم الغرام. ستة آلاف ومية درهم، ستة آلاف ومية درهم 13 غرام، السوم 470 درهم الغرام. تصبحوا على خير البنات ونهاركم إن شاء الله يكون داز بخير وليتكم دوزتايا بخير إن شاء الله يا ربي، وجمعة مباركة عليكم كاملين إن شاء الله يا رب العالمين. الله يشافي المرضى ولا خير اللي صحيح اللي صحيح، وتهلاو فروسكم.